شغلت الفيديو. لو اخذنا السنجل فيز هاي عندي هون راح يطلع بلس وماينس، هذه راح نسميها البوزيتيف جروب وهاي النيجاتيف جروب. عندي هون بيجي عندي 3 فيز وهاي 3 فيز. هلا المشكله هون عندنا، تتذكروا هذا راح يعطيني بلس ماينس وهذا راح يعطيني ماينس بلس. اذا ما انتبهت هون ايش راح يصير عندي؟ المشكله راح يصير في شورت سيركت ما بين الاثنين. في طريقتين حتى اتجنب هاي المشكله. الطريقه الاولى انه بحط شيء اسمه انتر جروب تشوك. فعندي هون هذا راح اسميه انتر جروب تشوك. انتر جروب تشوك راح يعمل حتى لو صار عندي لسبب معين ظل الكرنت ماشي في واحد منهم وشغلت الثاني، راح يصير في عندي سيركوليتنج كرنت ما بين اثنين، فهذا التشوك راح يعمل ليميتيشن او ريستركشن على قيمه الكرنت ويمنع انه تصير شورت سيركت. لو ظل الوضع اللي موجود هون وصار عندي شورت سيركت راح يصير في كرنت عالي جدا من هون. فهذا التشوك، وميزه التشوك انه الامبيدنس تبعته بتزيد مع الفريكونسي، ف بيعمل ليميتيشن على الكرنت. الطريقه الثانيه اللي بعملها اني بعمل ديتكشن للكرنت في التو برانشز. فعندي نفس الشيء، هي 3 فيز سبلاي، 3 فيز او سنجل فيز ممكن يكون 3 فيز سبلاي. راح احط هون كرنت سنسر وراح احط هون كرنت سنسر وهي اللود. فهذا اي سنسنج وهذا اي سنسنج. واللي راح اعمله الان قبل ما اجي اشغل البوزيتيف جروب راح اعمل ديتكشن للكرنت اللي جاي من النيجاتيف جروب، ولما ينزل الكرنت اللي جاي في النيجاتيف جروب لزيرو راح اشغل البوزيتيف جروب، او العكس قبل ما اشغل النيجاتيف جروب راح اطلع على الكرنت اللي جاي من البوزيتيف جروب. الكتب بتسميها جروب، هي عباره عن ريكتيفاير، بس الكتب لسبب معين ما بحبوا يسموها ريكتيفاير، بس هي ريكتيفاير مضبوط. هذه عباره عن ريكتيفاير، عم تعطيني من 3 فيز عم تعطيني بس 2 ريكتيفايرز باك تو باك، او عفوا هاي بس ريكتيفاير لحالها وهاي ريكتيفاير لحالها، فهاي بيور ريكتيفاير وهاي بيور ريكتيفاير بس هم معكوسين الاثنين. فهاي الطريقه الثانيه حتى امنع الشورت سيركت. اذا هدول الطريقتين المتبعات في الليميتيشن تبعت الكرنت.